خبرنا اليوم رئيس قسم التعديلات السطحية بمصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني بمطار بيروت محمد كنج عن طقسنا، خاصة أنه لمسنا انخفاض ملحوظ بدرجة الحرارة صباح هذا اليوم. صباح الخير أستاذ محمد. صباح النور، يا هلا، يعطيك العافية. الله يعافيكم. قاعد هو صاحبه، قال له لازم يكون أنا وأنت فنانين. ليه؟ قال له صاحبه فنانين بشو؟ قال له أنت فنان تشكيلي وأنا فنان إشكيلك. هي فن اصلا الشكوى هالفترة يعني. في عنا شيء تشكيلة بالأجواء أو رايحين بنوع صنف واحد؟ واحد. هلا دارج الفنان التشكيلي، كل اللبنانيه هيك. اشكيلي لا اشكيلك. نعم. طقسنا بلش يتغير. المنخفض اللي كانوا متوقعينه حيكون بفعاليته بارده كثير وقويه كثير، صار واضح انه عم يضعف. يعني تاثيره بعد مثل ما حكينا حيكون اكثر على تركيا وعلى اليونان. هونيك حيكون مركز الدوامة القطبية أو الكتلة القطبية الباردة، هونيك حيكون مركزها. نحن حننطر بعد كمان هاليومين تنشوف، صحيح تنشوف هالكتلة إذا بتحافظ على برودتها وبتتجه صوبنا. هي حتتجه صوبنا أكيد، بس بدنا نشوف البرودة قد إيه حتخسر، يعني خاصة إنها حتنزل صوب الجنوب على مناطق دافية فوق البحر الأبيض المتوسط، بتخسر بالعادة دائما من حرارتها. إذا عم نشوف على الخريطة الكتلة الباردة نهار الجمعة بقرب جزء بسيط منها علينا، بتأدي لتدني بدرجات الحرارة. نواة الكتلة إذا عم نشوفها عم تكون تقريبا أوروبا الوسطى أو أوروبا الشرقية، عم بتكون تأثيرها القوي حيكون صراحة على بلغاريا، اسطنبول، غرب تركيا، اليونان وإيطاليا. نعم. بدنا ننطر بعد شوي تنشوف قد ايه من حجم هالكتله حيأثر علينا. الاكيد الشغله الاكيده انه نهار 3 أو 4 الجاي حيكونوا ابرد ايام. يعني اذا هلا عم نشوف الجراف تبع درجات الحراره هاليومين عم في طلعات ونزلات ضمن معدلاتها الموسميه. اليوم في عنا انخفاض مثل ما تفضلتوا وحكيتوا بحدود الاربع درجات عن امبارح. بكره عندنا انخفاض تقريبا درجتين، هودي الدرجتين بسبب الترف عم بيأثر علينا، يعني كتله نسبيا بارده بتأثر علينا وحتأدي لتدني درجات الحراره بالشمال وبالجبال. هون اذا عم نشوف الانيميشن عم نلاحظ انه الالوان اللي عم تجي علينا على لبنان، على المربع اللي فيه لبنان، منا بهالبروده القويه مثل باللون الازرق او الازرق الغامق، يعني نعم. حتى بنهاية المنخفض بدنا نراقبها بعد شوي، بعد بتتوضح الصورة أكثر. طقسنا اليوم غائم جزئيا بسحب مرتفعة، انخفاض بدرجات الحرارة المناطق الساحلية بتعود لمعدلاتها الموسمية، ارتفاع بشكل بسيط بالداخل وعلى الجبال، عندنا تكون ضباب على المرتفعات. بكرة عندنا انخفاض بالمناطق الجبلية والداخلية مثل ما حكينا، وتقريبا شبه استقرار بالمناطق الساحلية. السبت ترجع درجات الحرارة بتعاود ارتفاعها ولو بشكل بسيط. نعم. درجات الحرارة اليوم على الساحل بين 9 درجات و 19 درجة، ببيروت هلا بحدود ال 17، ممكن اليوم بحد الأقصى ببيروت ما يعني تكون بحدود ال 20 درجة، الجبال اليوم من 6 درجات ل 20 درجة تقريبا قريبة لدرجات الحرارة بالساحل، والمناطق الداخلية من 4 درجات ل 21 درجة، ممكن يعني تتجاوز درجات الحرارة بالداخل الحرارة الساحلية. بكرة عندنا انخفاض بالجبال وبالداخل بحدود 3 درجات. الرطوبة اليوم بحدود ال 75% بحد الأقصى عم بتكون. الهواء اليوم بجنوبي غربي بالفترة الصباحية عم بيكون شرقي. سرعته ما حتتجاوز ال 35 كيلومتر بالساعة. حال البحر قليل الموج، حرارة سطح المية 20 درجة. الضغط الجوي اليوم 1022 هكتو باسكال. بالنسبة لساعة شروق الشمس الساعة 6:27 دقيقة، الغروب الساعة 5:18 دقيقة. هيدا بالاجمال. يعني خلينا نقول بعد ما في شيء ثابت انه المنخفض الجوي رح يوصل التنين، بدنا ناكد السبت باذن الله قبل 48 ساعه. صح. المؤكد فقط انه 3 و4 عندنا درجات منخفضه بالطقس، يعني في برد. صحيح، نحن حنتاثر بنهار التنين بالمنخفض، بس الحكي اللي عم ينحكى انه على 300 متر و 400 متر الثلج، هالشيء منه واضح ابدا. يعني نعم. حتى نكون واضحين انه
ينزل ده ثلج على مستويات منخفضه ما مبين ابدا لحد هلا. ننطر للتنين. الاكيد انه ابرد نهار حيكون الاربعاء والخميس، وحيكون في سرعه هواء بهذا المنخفض، بنحكي عنهم بلكي نهار السبت ان شاء الله. اوكي، يتابعونا على كل حال بكره وبعد بكره حتى نعرف شو رح يصير بهذا الموضوع. شكرا لك حمد كنج، رئيس قسم التقديرات السطحيه بمصلحه الارصاد الجويه باداره الطيران المدني في مطار بيروت.